السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. هذا ديك الفيديو كنا درنا واحد الانتروداكسيون بسيطه على لاسومبلور، شفنا شنو هو لاسومبلور، مناش كيتكون، كيفاش كيخدم قلنا بلي ريجيستر، شفنا لي كومونتير كيفاش كنكتبوهم. المهم واحد اللمحه بسيطه، ما درناش شي حاجه ديك الحصه دي انتروداكسيون. هاد الحصه ان شاء الله شنو غنديرو فيها؟ غنتعرفوا على كيفاش كان ديك ضريب دي كونستون، دي كونستون ماشي دي فاريابل، قلنا ما كنخدموش بلي فاريابل، كنخدمو بلي ريجستر. كيفاش نديكلاري واحد الكونستون، وكيفاش نديرو نافيكتيو هاد لي كونستون هادو لي ريجستر ديالنا، وغنديرو نعرفو كيفاش كن العمل، كيفاش كنديرو العملية ديال لاديسيون سوستراكسيون. غنديرو غير هاد جوج في الاول، حتى التوتوريال ان شاء الله الجاي ان شاء الله غنديرو فيه ملتيبليكاسيون ديفيزيون. يلا على بركة الله. ثم كما كتشوفوا الدراري، هذا هو البروغرام ديالنا. غنمحيو هاد التخربيقات اللي ما عندنا غرض بيه، لي كومونتير هادو، هاد ستاك سيجمنت هادي دابا نشوفوها من بعد ان شاء الله، ديال لي بيل هنا الدراري. في الداتا سيجمنت هادي هنا كنديكلاري لي كونطرون، لي كونستانت دي، هنا كنديكلاري لي كونستانت ديالنا. سمحوا لي، مثلا واحد الا نعطيو هاد دي بي، هاد دي بي كاين اما دي بي واما دي دبليو في. دي دبليو في 6 بيت، يعني كتافيكتي يعني شال الا اكس ولا بي اكس ولا سي اكس ولا دي اكس. و الا درتي دي بي ممكنلكش افيكتي يعني شال الا اكس، اما الا اش واما الا ال، واما والا غي افيشي لك اير. مثلا نعطيوها واحد الخمسة بي، نعطيوها حتى هي دي بي، نعطيوها مثلا أربعة. حنا ديكلارينا لي كونستون ديالنا هنا. بالنسبة كيما كتشوفو في الأول، هاد موف أ إكس داتا، هادي هاد أ إكس هنا كيلعب الدور ديال الانترميديا، كنحطو داتا كنحطوها في أ إكس، ومن بعد هاد أ إكس كنحطوها في دي إكس. باش كدير موف أ إكس مثلا داتا، راه داتا كتحط في الأ إكس. هنا كنحطو الداتا، شنو هي دي اكس؟ دي اكس كتعني الداتا سيجمنت، ضروري كتحط الداتا ديالك ف شنو سميتو في دي اس، باش كيعرف ديك لي لي كونستون، باش نقول فاريابل، كيعرف ديك لي كونستون اللي عندك في السيستيم اللي مديكلاري في اللول. هنا بالنسبة لهاد التالية، هادي موف ا اكس كتخصي 00 اش انت 20 ا اش، هادي هي باش كتسالي البروغرام ديالك بحال اللي تكون المين. ديك الاكولاد الاولى مع الاكولاد الثانيه، ديك الاكولاد الثانيه باش كيوصل لها راه صافي كيسال، ولا بحال اللي تقول سيستم بوس في ديك الفيرسيون القدام ديال ديف سي بلس بلس. الا ما لقاش شي سميتو سيستم بوس، يبقى غادي في جوجل انفين، يعني ضروري كندير ديك صافي. هنا موف ا اكس كما كتشوفوا 4 سي 0 0 اش، هاد اش هادي اكزاديسي. ثم كما كتشوفوا هنايا، هذا هو الاسكي كود ديالنا. هنا الاعداد عاديين، هانتوما من 0 255، ولا كليكيتي كيعطيك اكزاديسيمال ديال هاد الاعداد هادا. كتخصي هي كتخصي ال 00 نيو. هنا مثلا فعطينا هنا افيكتانيشن ا اكس عطاها 4 سي 00، يمكن لك مثلا هانتوما كيما كتشوف هي ا اكس فيها ا اش، يعني هنا غتافيشن كتخصي هنا 00، يمكن لك ديرها مثلا هنا ديرها اش تعطيك سي، باش كتكون خدام بالاكزاديسيمال ضروري دير اش. هنا الا ما درتيش اش ما غيعقلش، ما يعرفش شنو شي هاد كتسي. هاد هنا موف اير نعطيوها زيرو 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 اش صافي. غادي نوريكم غير طريقه كيفاش الا بغيتو ديرو موف ا اكس نيشان، موف ا اكس كتخصي زيرو زيرو اش. هنا دابا نديرو ان شاء الله لافيكتاسيون ديال لي ديال هاد لي فالور هادو في لي كونست في لي ريجستر ديالنا. مثلا موف ا ال نعطيها مثلا موف بي ال نعطيها بي صافي. هانتوما تلاحظو هنايا لافيكتاسيون غتوقع، هاي موف ا ال ا، هاي
AL ولات فيها خمسة. موف AL موف BL بي هي ولات فيها أربعة. نازي هنا دابا غنديرو عملية الجمع لاديسي اديش اد AL BL كيجمع BL مع AL الريزلت كيكون في AL ديما هذا اللي على اليسار هو اللي كيكون فيه الريزلت كما غتشوفوا هنا ب AL تولي فيها شحال هانتوما اي ولات فيها 9 برافو مثلا هنا الى درنا مثلا 7 شحال يكون الريزلت 11 يعني هنا فين شنو غتبان لك ما غتبان لكش 11 هنا تبان لك 0 بي 0 بي بالاكزا ديسيمال يعني مشيتي لهنا قلبتي على 0 بي هي 0 بي ها هي 11 واه بالنسبه للسوستراكسيون حتى هي كنديرو سوب سبستراكشن صاب يعني شنو غيدير 7 ناقص 4 يعطيك 3 ها هي 3 وبالنسبه لافيشاج لافيشاج شنو كندير موف كنحطو في ا اش كنحطو فيها 0 2 اش كاين 0 2 اش بالنسبه للكاركتير باش افيشي لي ان سول كاركتير كاين 0 9 باش افيشي لي شين كاركتير ولا طابلو دابا حنا نخدمو غير ب 0 2 اش ضروري تحط ديك الريزولتا اللي بغيت افيشي تحطو في الدي ال في لو ريجيستر دي اكس حنا دابا عندنا لو ريجيستر حنا خدامين ب دي بي يعني بوي بي سنحطوها غير في الدي ال ما نحطوهاش في الدي اكس في الدي ال نحطو فيها فين كاين الريزولتا قلنا في ا ال فوالا انت فانتي ان اش باش اكزيكوتي لنا التخربيق هذا ديال هانتوما هاو هنا شحال 3 افيشلنا هاد القلب نمشينا لهنا قلبنا على 3 ها هو القلب فوالا ونزيد لكم الدراري واحد الحاجه ديال شينت كاركتر كيفاش كنديرهم افيشيوها مثلا هنا شي مشكل نسميوها مثلا الميساج صافي نعطيوها غير دي بي هنا مثلا لو ريزولتا لو ريزولتا اي وضروري هنا كديروا دولار دولار شنو هو باش كيعرف النهايه ديال لاشين كاركتير ديالك الا ما درتيش دولار ما غيعرفش دولار بوحدي هادي ديال السيستم هو اللي كيعرف باش يعرف فوقاش غيوقف فوقاش غيغاد باش نافيشيو الدراري هاد الريزولطا هذا مثلا بغينا حنا يافيشينا لو ريزولطا اي افيشي ديك القلب فوالا شنو غيدير هنايا الدراري غنجيو كنا نخدمو 02 ها هي ندير كوبي لهادي كولي هنا 09 هنا دي ال شنو نعطيوها ماشي ما كنعطيوهاش نيشان ميساج كنعطيوها اوف سيت حيت دابا هاديك راه طابلو شي كاركتير راه طابلو باش يمشي من الزيرو باش يبدا من الزيرو من الكاز الاول ميساج صافي هنا انا افيشينا لو ريزولتا اي غادي افيشي هاد القلب هذا الا مثلا بغينا حنا افيشينا 11 شحال دابا قلنا 3 ماشي 3 شنو غندير هادشي لهنا الاسكي كود هنا عندك القلب هو 3 ونشوفو فين كاينين الاعداد الاعداد كاينين هنايا ها نتوما 0 1 2 3 حتى 9 يعني هنا 48 48 كيبداو الارقام نزيد نديرو ديك 3 زائد 48 هنا الريزلت قلنا فين في AL نديرو اد AL نحطو فيها نزيدو عليها 48 افيشي لنا دابا دو ريزلتا اي 3 المهم اخوتي ما نطولش عليكم كان هذا هو التيتوريال ديال هذا النهار نتوما شفتوا كيفاش كنمانيبيليو لي ريجيستر بسيط هادشي بزاف نتوما نمشي معكم ان شاء الله دقه دقه تلقاو راسكم تعرفوا تخرجوا برامج عادي راسامبلور الله الدراري ما نطولش عليكم بالتوفيق ان شاء الله تحياتي السلام عليكم